لم يهدأ الشمال السوري بالرغم من اتفاقات الهدن وجهود الدول الضامنة. وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو أكد لنظيره التركي أن موسكو وأنقرة بحاجة لاتخاذ قرارات سريعة لدعم منطقة منزوعة السلاح في محافظة إدلب السورية. يأتي ذلك بعدما اتهمت روسيا مسلحي المعارضة بتخريب اتفاق سوتشي، وحملت أنقرة مسؤولية عدم فصل المعارضة المعتدلة عن الجماعات الإرهابية المتمركزة هناك. إدلب محور لقاء استخباراتي روسي تركي. ففي سوتشي يبحث وزير الدفاع الروسي والتركي ورئيس استخبارات البلدين سبل دعم المنطقة منزوعة السلاح، دعم أجمعت أنقرة وموسكو على التصرف بشأنه بسرعة. فاتفاق إدلب بحسب مراقبين يبدو أنه آخذ بالانهيار تدريجيا. التوتر يطغى على أجواء الشمال السوري، والخروق على مصراعيها في المنطقة العازلة تارة تتسبب بها القوات الحكومية، وتارة تنشب بسبب المواجهات بين فصائل المعارضة المسلحة والجماعات المتشددة المتمركزة هناك. وموسكو تأخذ على أنقرة عدم التزامها بتعهدها في فصل التنظيمات الإرهابية عن المعتدلة، مما جعل البند الثاني من الاتفاق معلقا حتى الآن، الأمر الذي أخذ يهدد بحسب خبراء بقرب انهيار اتفاق سوتشي تماما، وينذر بعودة الحديث عن عمل عسكري مرتقب هناك قد تبدأه دمشق بدعم روسي. زيارة أمنية عسكرية تركية إلى سوتشي تبدو منطقية في ظل هذه المخاوف، ولهذا جاءت بصورة عاجلة وغير مرتب لها. اجتماع تركي روسي يسبق محادثات أستانا التي أعلنت عنها كازاخستان نهاية الشهر الجاري، محادثات يقول مراقبون إن أدلب ستتبوأ جدول أعمالها في محاولة قد تفضي إما إلى إنقاذ اتفاق سوتشي أو إلى دعمه بخطة بديلة وسريعة. معنا الآن من اسطنبول القيادي في الجيش السوري الحر أيمن العاسمي، ومعنا من موسكو المستشارة في المعهد الروسي للدراسات الاستراتيجية إلينا سوبونينا، معنا من بيروت أيضا الكاتب والباحث السياسي توفيق شومان. مرحبا بالضيوف أستاذ أيمن، مساء الخير. دعني أبدأ معك بداية، هل بالفعل اتفاق سوتشي على حافة الانهيار، وما مدى صحة الاتهامات الروسية بأنه فصائل المعارضة هي من يخرق ويعني قد يؤدي بهذا الاتفاق إلى الانهيار في نهاية المطاف؟ نعم، مساء الخير لك ولمشاهديك ولضيوفك الكرام. يعني حقيقة كل الاتفاقات في سوريا مهددة بالانهيار لسبب رئيسي واحد، لأنه أينما توجد إيران توجد الفوضى ويوجد الدمار ويوجد نقض العهود والمعاهدات. لكن التصريحات الروسية ربما أحيانا تشي بعجز الروس عن التصرف أو التعامل مع الإيرانيين، لأنهم يعرفون تماما أن إيران الآن يعني بين فكي كماشة، العقوبات الاقتصادية والضغط عليها داخل سوريا، فبالتالي هي تحاول أن تفعل شيء، والشيء الذي ستفعله المتاح بالنسبة لها هو تخريب هذا الاتفاق، لأنه هي شاهدت بعينها إيران كل الدول ساهمت في إرساء هذا الاتفاق، اتفاق سوتشي أو الاتفاق الذي طبعا وقع في سوتشي، لكن في النهاية هو تفاهم دولي. شاهدنا الفرنسيين والألمان كان لهم يعني تصريحات مباشرة في اجتماعات اسطنبول الأخيرة، شاهدنا أيضا الولايات المتحدة الأمريكية كان موقفها جدا حاد، أيضا الدول العربية كانت تصريحاتها يعني أيضا قوية، الدور التركي كان دور فاعل وقوي ونفذ كل هذه الأمور طبعا بجدارة. لا أعتقد أن روسيا تستطيع أن تصادم العالم جميعا، لكن من يستطيع أن يصادم العالم وعنده استعداد هم الإيرانيين. فبالتالي ربما تشعر روسيا بالحرج بأنها لا تستطيع أن تسيطر على الانفلات الإيراني، فبالتالي تظهر على أنها تدعم هذا الأمر، هي دائما تدعمه لعجزها عن كبح الأطماع الإيرانية والفوضى الإيرانية. أنا أعتقد أنه الاتفاق ليس مهدد في الفشل، لكنه ربما يكون هناك بعض الخروقات وسوف تستمر حتى بعد نقاشات أستانا القادمة التي سوف يتم الحديث فيها عن الخروقات التي يقوم فيها النظام دائما، لأن الإيرانيين لن يكون لهم مصلحة في تهدئة المنطقة عموما، حتى العراق أيضا تشاهد في مهند العراق منذ 20 سنة
بسبب الوجود الإيراني الفوضى تعم فيه، فبالتالي العجز الروسي هو ما يسبب الطموح الإيراني. طيب دكتورة سبونينا مساء الخير، مرحبا بك معنا من جديد. ثلاث مرات كرر مسألة العجز الروسي الأستاذ أيمن، ما رأيك؟ هل بالفعل روسيا عاجزة عن السيطرة على ما وصفه بالانفلات الإيراني؟ هل هذه هي المشكلة فيما يتعلق بهذا الاتفاق؟ مساء النور. بالتأكيد كلمة العجز هنا ليست بمكانها برأيي، لأن روسيا هي التي غيرت موازين القوى في سوريا، وروسيا الآن تسيطر على الأوضاع في البلاد، فالوضع متغير تماما عما كان قبل سنة 2015. فمن الغريب ومن المدهش أن نتكلم اليوم عن العجز الروسي، ولكن روسيا قلقة لا شك بسبب ما يحدث في شمال سوريا، لأنه موسكو كانت متوقعة أكثر من تركيا. فهذه التصريحات هي ممكن أن تشير إلى عدم الارتياح هذا، ولكن علينا ألا نبالغ في درجة عدم الارتياح هذا، لأنه في نفس الوقت روسيا تعتز بتعاونها مع تركيا وبالإطار الثلاثي لمفاوضات أستنا، يعني بالتعاون الثلاثي ما بين روسيا وتركيا وإيران. اللقاء العسكري هذا في مدينة سوشي هو يأتي مباشرة بعد مفاوضات رئيسين بوتين وأردوغان في تركيا، ورغم أن هذه المفاوضات كانت مركزة على التعاون الاقتصادي، ولكن كما أعرف إدلب تمت مناقشته في هذا اللقاء، ولأول مرة خلال سنتين أخرتين بوتين قال لأردوغان صديقي العزيز، فهذه الكلمة هي تعني كثيرا. هذا اللقاء الثلاثي الذي اعتبره الكثيرون لقاء فاشلا. على كل حال مش هاي النقطة. أستاذ توفيق مرحبا بك معنا، ما رأيك؟ هل أولا على من تقع المسؤولية، أو من يتحمل مسؤولية هذه الخروق المستمرة وربما انهيار هذا الاتفاق في نهاية المطاف كما يتوقع البعض؟ تحياتي بداية إليك وإلى زميلي من موسكو ومن اسطنبول. أنا أعتقد بأن هناك التزامين أساسيين يفترض أن تلتزم بهما تركيا من خلال اتفاق إدلب. الالتزام الأول هو تفكيك جبهة النصرة. المسؤولون الروس كانوا واضحين تماما عندما تم التوصل إلى هذا الاتفاق في 17 من سبتمبر الماضي، وكان أساس هذا الاتفاق إعطاء فرصة ومهلة زمنية جديدة لتركيا لتفكيك جبهة النصرة بين أجانب وسوريين، بعد ذلك تعريب السوريين المتشددين عن السوريين المعتدلين أو غير المتشددين. لغاية الآن لم تقم تركيا للأسف بذلك. هذه نقطة تسجل أعتقد على الأتراك. المسألة الثانية أيضا لها علاقة باللجنة الدستورية، يعني المعروف بأن اللجنة الدستورية يفترض أن تؤلف من 150 شخصا، 50 يعينهم النظام، 50 تعينهم المعارضة، و50 تعينهم أيضا الأمم المتحدة. هناك توافق سوري إيراني روسي على رفض هذا المقترح لديمستورا، أقصد الثلاثية الثالثة للخمسين عضوا باللجنة صياغة الدستور المؤلفة من 150، يعني 50 شخص. تخشى موسكو، تخشى طهران، وتخشى دمشق من أن يكونوا إلى جانب المعارضة السورية أو مجموعة المعارضات السورية. فإذا نحن أمام نقطتين أساسيتين وخلافيتين. الأولى بما له علاقة باللجنة الدستورية، وهنا خلاف بين تركيا وبين موسكو وبين روسيا عفوا. وأيضا النقطة الثانية هو تعهد تركيا بتفكيك جبهة النصرة، وهذا لم يحدث. لذلك الذي يجري الآن على الأرض هو مناوشة تركية روسية، مناوشة قد لا تصل، وربما قد أجزم بأنها قد لا تصل إلى المعركة المفتوحة،
ولكن هذا عد أصابع بين الطرفين، وكأن الروس من خلال الجيش السوري أو من خلال حلفائهم الإيرانيين أيضا يقولون للجيش التركي ويقولون للصديق العزيز رجب طيب أردوغان عليك التزامات ويجب أن تنفذها، وفي طليعة هذه الالتزامات تفكيك جبهة النصرة. أنا أعتقد بأن الإجابة على هذا السؤال، سؤال تفكيك جبهة النصرة، على الأتراك أن يجيبوا على أسباب التأخير وعلى أسباب عدم الالتزام بالتعهد الذي قطعوه في 17 من سبتمبر الماضي، علما بأن قبل 17 سبتمبر يعني قبل أيضا اتفاق إدلب كان هناك أيضا منطقة خفض التصعيد والتي جرت في العام الماضي أيضا والذي تعهد من خلالها الأتراك أيضا على تفكيك جبهة النصرة، لغاية الآن لم يحدث. الإجابة أعتقد عند المسؤولين الأتراك، هل يرون على سبيل المثال بأن تفكيك جبهة النصرة تضعف جبهة إدلب؟ هذا سؤال كبير. هل تفكيك جبهة النصرة تضعف المعارضات السورية الأخرى والجيش الوطني؟ هذا أيضا سؤال كبير. على أي حال، على ما أظن بأن الروس من خلال علاقتهم، من خلال تعزيز علاقاتهم في جوانب معينة مع الروس، ولكن استمرت الأمور بما له علاقة بعدم الالتزام التركي في بتفكيك جبهة النصرة، أعتقد قد يحدث أكثر من عد أصابع بين الطرفين. هذا التزام تركي، وأعتقد بأن الروس ينتظرون الانضباط وفق هذا السقف وفق هذا الالتزام. أستاذ أيمن، شو رأيك بهذه النقطة؟ هذه النقطة يعني البعض يراها هي جوهر الخلاف، أنه أنت تقول تركيا يعني لعبت دورا كاملا وفاعلا في يعني تنفيذ هذا الاتفاق. الأستاذ توفيق والكثيرون أيضا يقولون أنه تركيا هدفها الأساسي أو مهمتها الأساسية كانت هي فصل المعارضة المعتدلة عما يسمى بالمعارضة المتطرفة، جبهة النصرة تحديدا، وقد أخفقت في هذا الأمر حتى الآن. هل هذا هو السبب في كون هذا الاتفاق أصبح هشا الآن مع مرور كل هذا الوقت؟ لا، حقيقة يعني هو إذا أطلقنا عليه كلمة هش أعتقد أننا يعني ربما نخطئ أو نظلم هذا الاتفاق، لكن دعني أقول يعني أؤكد الهواجس التي موجودة أصلا أن هذا الاتفاق ربما ينهار بلحظة، لكن ما هي أسباب انهياره؟ قبل أن أجيب على سؤال الأخ توفيق شومان، القضية هي علاقة متعدية أخي مهند، يعني النظام لا يستطيع فتح معركة إلا بالإيرانيين، والإيرانيين لا يستطيعون فتح معركة إلا بالروس، فبالتالي القضية هي عند الروس، وعندما نجد العلاقة مميزة بين روسيا وتركيا وتنعكس الآن أيضا على الوضع الاقتصادي. بس قبل شوي عم بتقولنا أستاذ أيمن أنه الروس عاجزون، يعني كيف الآن تقول أنه الكلمة عند الروس وقبل شوي قلت لي أنه روسيا عاجزة؟ نعم سأوضح هذا الأمر. روسيا عاجزة عن سحب الإيرانيين خارج سوريا وعن منعهم، لكنها أيضا لديها إمكانيات بأن تتحالف تحالفات أخرى تضغط على الإيرانيين، فبالتالي هي لديها خيارات، لكنها حقيقة خياراتها يعني ربما تكون أمر مما هي حاليا، يعني بمعنى إذا خيرت في لحظة من اللحظات بين إيران وبين تركيا، برأيك إلى من سوف تذهب أكثر أو ستميل أكثر؟ أنا أعتقد بسبب الارتباطات الاقتصادية والضغط الأوروبي على روسيا الآن ربما تميل إلى تركيا أكثر. هذا برأيي الخاص، ربما هناك محللون يقولون غير هذا الكلام، لكن في النهاية المعارك الميدانية لا يستطيع الإيرانيون فتحها إلا إذا وافقت روسيا على هذه العملية، وأنا أعتقد روسيا الآن ليست بصدد فتح أي معركة. أنا أقول لك على الأقل إلى شهر آذار القادم، بعد آذار ربما يكون هناك توافقات دولية أخرى، لكن حاليا لا أعتقد أنه مهدد هذا الاتفاق. أيضا موضوع اللجنة الدستورية، البعض يرى أن الروس الآن بدأوا يرفضونها أو رفضوها، هذا غير صحيح. هذه مناورة، لأنه حقيقة الآن الحل السياسي فقط مطروح من خلال طاولة اللجنة الدستورية، يعني لا يوجد حل سياسي إلا إذا تشكلت اللجنة الدستورية، فبالتالي الروس لن يغامروا بمعارك أخرى، لأنهم حقيقة ليسوا بصدد فتح معارك مع العالم أيضا، ليست معارك مع السوريين فقط، فبالتالي هم سيوافقوا على اللجنة الدستورية وسوف يوافقوا في الوقت المحدد. هذه مناورة، الروس هم الذين قاموا بترويج هذه القضية من خلال سوتشي، والعالم أيدها بعد ذلك لأنه توافق دولي في الأصل. يعني أنت برأيك
هل روسيا قامت بهذا المؤتمر في سوتشي وأقرت اللجنة الدستورية حتى تخالف العالم مرة أخرى؟ هذا غير صحيح، هي تناور حتى تحصل على مكاسب أكثر، يعني هي عملية عض أصابع. بس ما جاوبني على مسألة تفكيك أو فصل المعارضة المعتدلة عن المعارضة المتشددة. نعم نعم، كنت سوف أجيب بهذه المداخلة الأخيرة. حقيقة أول من استفاد من جبهة النصرة والميليشيات المتطرفة هو النظام، فبالتالي عندما نتأخر في اجتثاث هذه المجموعات لا يعني أننا فشلنا. الآن نحن وصلنا إلى مرحلة متطورة جدا، هناك تفكيك لهذه المجموعات، هناك قسم من السوريين الموجودين داخل هذه المجموعات تركوها، هذا الأمر يعني لأول مرة أذكره على الإعلام، وهذا أعتبره سبق صحفي لسكاي نيوز أو يعني خبر خاص فيها، بأن فعلا تفككت أكثر من 6 مجموعات عن هيئة تحرير الشام. يعني فينا نزلوا على الشريط الأصفر أسفل الشاشة، الفكر القاعدي الموجود، وهذا الأمر نعم حقيقة هناك 6 مجموعات تفككت أو انفكت عن هيئة تحرير الشام، وبقيت مجموعات قاعدية قليلة لا تملك من الأسلحة التي ربما تزعزع اتفاق، أو يعني قد تقوم بعمليات تخريبية بين فترة وأخرى، كما تقوم الميليشيات الإيرانية بالتخريب في دمشق وفي حلب. أنتم شاهدتم قبل فترة الاشتباكات الإيرانية مع القوات الشيشانية في حلب استمرت أكثر من أسبوع. فبالتالي هذه المجموعات لا تنتهي إلا إذا كان هناك توافق دولي كامل، وأن التوافق الدولي الآن ليس موجود. لكن في النهاية أنا أعتقد أنه ربما من الآن لنهاية شهر 12 سيكون هناك تغير كبير في الميدان، وسوف يكون هناك إرسال الاستقرار أكثر، ومفاوضات أستانا الآن ربما تنجلي عن كثير من الأمور التي تشي. طيب معلش بدي أخذ من وقت الدكتورة إلينا شوي، بدي تشرح لي أستاذ أيمن، يعني هذه المجموعات الستة التي أشرت إليها انفكت عن هيئة تحرير الشام، شو صار فيهم هذول؟ يعني أين ذهبوا؟ ما حل بهم؟ حقيقة هم هؤلاء كلهم سوريون الذين انفكوا عن هذه المجموعات، وفي الأصل أنت تعرف يعني هذه المجموعات قاتلت مع الفصائل الموجودة على الأرض جنب إلى جنب ضد النظام، فبالتالي هناك حرمة دماء بين بعضها البعض، هناك معرفة أبناء بلدات واحدة. هؤلاء ليسوا متطرفون، لكن هناك خيارات دولية دفعت هؤلاء الشباب للذهاب إلى من يملك المال ويملك القدرة. أنا قلت لك قبل أكثر من سنة أو سنة ونص أن المجتمع الدولي عندما قصر في الدعم المالي للجيش الحر ذهب كثير من الشباب إلى هذه المجموعات. هناك من ذهب إلى داعش، هو ليس لا يعتنق فكر داعش لكنه مضطر. أنت تعرف يعني زمن الحروب هناك جوع وهناك فقر وهناك يعني كثير من الأمور التي يعاني منها الشباب ويعاني منها العائلات، فبالتالي أحيانا تكون هذه المجموعات الراديكالية ملجأ. الآن هؤلاء عادوا بسبب توفير بعض الرواتب وتوفير بعض المعيشة، ربما لن أقول الكريمة لكنها التي تضمن لهم أن يكونوا يعني في عيشة مقبولة. لذلك صفة وتبقى أخيرا واضح، مجموعات لا تتجاوز عددها من 1000 إلى 1500، هذا الرقم دقيق وكل مخابرات الدنيا تعرفه. هؤلاء كلهم ربما يكونوا قاعدة ويتبنون فكر القاعدة منهجا. دكتورة إلينا، شو رأيك بهذا الكلام؟ أولا أنه تم تفكيك 6 مجموعات عن هيئة تحرير الشام، يعني المظلة الأشمل للقاعدة، يعني هذا يدل بشكل من الأشكال على أن تركيا تقوم بواجبها، يعني ماشية في موضوع فصل المعارضة المعتدلة عن المعارضة المتشددة. يعني ويمكن بهذا السبب رئيس بوتين قال للسيد أردوغان صديقي العزيز. أنا لأول مرة بسمع هذا الخبر، وإذا كان صحيحا فتهنين، لأنه هذا ممكن أن يكون ناتج بالفعل عن العمل التركي، وهذا ما كانت تتوقعه روسيا. ولكن حسب المعلومات المتوفرة لدى موسكو يبدو أنه ما تم تفكيك هيئة تحرير الشام بشكل مطلوب ونهائي، ولحتى الآن هذا التنظيم ما زال موجود. إذا تمت خروج بعض الفصائل فهذا مؤشر إيجابي، ولكن على تركيا وعلى الآخرين أن يستمروا في هذا العمل.
أستاذ توفيق ما رأيك؟ يعني ما بعرف إذا لديك معلومات أو شيء من هذا القبيل حول هذه الجهود التركية، هل بالفعل بحسب معلوماتك هناك تفكيك فصل لهذه المعارضة، محاولة ل يعني جذب أو أخذ بعض هذه الفصائل أو هذه المجموعات عن هيئة تحرير الشام؟ يعني أولا يعني خليني أوجه تهنئة للسيد أيمن في حال أنه هو يعني يتكلم عن معلومات على ما يبدو أنه هذه المعلومات حقيقية ومتطابقة وكذا، هذه تهنئة أشاركه الرأي ووجه له تحية على أي حال، ولكن أنه أعتقد أنه هذا غير كاف لغاية الآن. جبهة تحرير الشام ما زالت لغاية الآن موجودة، الروس لم يعلنوا عن ذلك، واعتقد بانه يعني هو محور الكلام السابق او الاجابه السابقه بان هناك التزاما تركيا يجب ان تنفذه تركيا، هو تفكيك جبهه تحرير الشام، تفكيك عسكريا وتفكيك تنظيميا، وليس نقلها من فصيل الى فصيل او من مظله الى مظله، هذا ما يطلبه الروس. يعني هناك ايضا قرار دولي لابد ان نذكر به، هو القرار 2254 الذي يضع تنظيم داعش وجبهه النصره في قوائم الارهاب وعلى اللوائح السوداء. بما ان الجسم العسكري والعمود الفقري للمنظمات العسكرية المؤتلفة داخل جبهة النصرة أصبحت موجودة في إدلب، وبالتالي هناك اتفاقا تركيا روسيا حول هذا الأمر، لذلك يوجه اللوم أو العتب أو المسؤولية إلى أنقرة بالتحديد. لغاية الآن يعني كما قال زميلنا من إسطنبول أنه تم تفكيك 6 مجموعات، كم عدد هذه المجموعات؟ 1500، هناك ما لا يقل عن 30,000 كما كانت تتحدث التقديرات وكما كانت تقول أيضا جبهة النصرة نفسها، تابعين لجبهة النصرة ولائتلاف جبهة النصرة موجودين في إدلب. أين هم هؤلاء؟ طيب الأجانب ما مصيرهم؟ جزء من الاتفاق الروسي الأمريكي أيضا فصل السوريين عن الأجانب، وبالتالي البحث في كيفية إخراج الأجانب في سوريا بالتنسيق مع الأمن الروسي والأمن التركي، هذا لم يحدث. يعني الأجانب ما زالوا موجودون أو عفوا ما زالوا موجودين، ومعظم التقديرات الخاصة بالحركات الإسلامية والحركات الراديكالية يعني لا تقلل عدد أو نسبة الأجانب الموجودين في جبهة النصرة أو تعطي هذه النسبة بين 20% و30%. طيب السؤال الكبير، أين هؤلاء؟ منهم الشيشان ومنهم الأفغان ومنهم أيضا من جمهوريات الإسلامية في آسيا الوسطى ومنهم أيضا من الصين، هذه أسئلة كبرى، وأعتقد بأن الروس بالأصل أيضا يبحثون عن إجابات لهذه الأسئلة. أنا أكاد أن أجزم بأن الروس لم يتلقوا لغاية هذه اللحظة التي نتكلم بها، لا أدري ماذا يمكن أن يحدث غدا أو في صباح غدا أو في الظهر أو في المساء حول هذه المعلومات التي قدمها السيد أيمن والأخ أيمن، ولكن السؤال الكبير، هناك آلاف الأجانب التابعين جبهة النصرة أين هم؟ زائد أيضا الراديكاليون السوريون الذين يحملون فكرا حقيقيا وفكر القاعدة وهو الفكر المدان من معظم السوريين، وطنيين أو إسلاميين يعني يتعاطون مع جبهة النصرة كتنظيم راديكالي متطرف. أيضا هؤلاء ماذا يمكن أن يكون مصيرهم؟ يعني المسألة أعتقد تتعدى فقط يعني بتفكيك بعض المجموعات، هو تفكيك جبهة النصرة وبالتالي معرفة مصير الأجانب ومعرفة أيضا مصير السوريين الراديكاليين. أستاذ أيمن ما رأيك بهذه النقاط مهمة التي أثارها الأستاذ توفيق؟ أولا أين هم هؤلاء الأجانب؟ ثانيا لماذا لم نسمع أو على الأقل لماذا لم تسمع روسيا بهذه المسألة؟ روسيا ما زالت حتى اليوم تقول أنه تركيا لم تفي بالتزاماتها بشكل كامل، يعني لم تفي بتعهداتها بتفكيك هذه المجموعات المتطرفة. إذا كانت روسيا الجهة المعنية الأساسية لا تعلم عن هذا الأمر، يعني كيف يمكن أن نفسر ذلك؟ يعني نصف الجواب موجود عند السيدة سوبينينا عندما قالت الآن قبل قليل يعني العبارات التي تبادلها الرئيسين التركي والروسي، هذا يؤكد على أن هناك تفاهما ورضا روسيا تركيا متبادلا في هذه القضية. هذه يعني أنا ما بعرف إذا ممكن نفسر صديق العزيز تساوي تفكيك جبهة النصرة، يعني كيف ممكن نساوي بين المسألتين؟ تمام
يعني سوف أتجاوز هذه النقطة، دعنا يعني نتكلم بنقطة أكثر فاعلية. هناك مجموعات أيضا على الأرض، أنا ذكرت قبل يعني شهر أو شهر ونص على هذه القناة أن الأناضول هي الصحيفة أو الوكالة الرسمية في تركيا نشرت بالعبارة الدقيقة هناك 22 مجموعة إرهابية تدعمها إيران تحيط بإدلب من ثلاث جهات، وهذا الأمر موجود حاليا على النت والإنفوغرافيك مشهور يعني. فعندما نتكلم بهذه الصيغة عن هذه المجموعات، هذا يعني أن هناك أيضا مجموعات أيضا تخيف تركيا مثل المجموعات التي تخيف روسيا، إذا كانت النصرة والقاعدة تخيف روسيا وتخيف المجتمع الدولي، أيضا لتركيا الحق بأن أيضا تبدي مخاوفها، لذلك ستكون العملية ليست من طرف واحد، سيكون العملية من طرفين، يعني من الذي سيقوم بعمله بإدلب يجب أيضا هناك أن يكون هناك جهة أخرى تقوم بعملها خارج خطوط إدلب، يعني أتفهم علي سيد مهند ماذا أقصد؟ لذلك القضية لا تتوقف عند استئصال هؤلاء، أيضا تتوقف أيضا عند الميليشيات الإيرانية التي تصنف إرهابية والمصنفة إرهابيا عربيا وأمريكيا وأوروبيا وحتى حزب الله أيضا، هناك مجموعات دول. بس هذه مش جزء من اتفاق إدلب أستاذ أيمن، يعني هذه المسألة على الرغم من أهميتها ليست جزء من لذلك الاتفاق. نعم هذا ما هو معلن أنها ليست جزء، ربما تكون من تحت الطاولة تكون جزء. أنا أعرف أن ما دار في نقاشات أستانا سابقا تناول هذه المواضيع وتناول الميليشيات الإيرانية، واجتماع الذي حدث قبل عدة أيام في روما وحضرته أيضا تناول مصير الميليشيات الإيرانية، وحتى أنه ذكر بالتفصيل أن هذه المبادرة سوف يروج لها في كافة الدول عدا إيران، لأن إيران تعتبر دولة مارقة، فبالتالي الذي يدعم مارق هو مارق. لذلك القضية ليست بهذه السهولة أن نفرض على جهة أن تقوم بالمهام التي عليها والجهة الأخرى أن ننساها. يعني عندما يتكلم السيد وفيق شومان عندما يقول جيد هذا أمر جيد، وكأنه يعني نسي أن هناك 65,000 إيراني وأفغاني وباكستاني موجودين على الأرض السورية. هل تقبل سيد توفيق شومان أن يكون هناك إيرانيين وأفغان في دمشق يحملون أسلحتهم ويقوم باستعراضات وأحدهم لا يتجاوز 16 سنة؟ فبالتالي هذه القضية هي ليست قضية تتعلق بالقاعدة فقط، القاعدة مرفوضة. لا خليني جاوب على سؤالك أيضا مرفوضة أستاذ أيمن. طيب لو سمحت باختصار أستاذ توفيق بدنا نعطي الدكتورة إلينا مجال لا أنا طبعا أنا بس إجابة على السؤال الذي طرحه السيد أيمن وسريعا، يعني لا أحب الدخول في جدل، أنا مع أن يكون السوريون داخل سوريا فقط لا غير، يعني أن ينسحب كل من ليس سوري من سوريا متفقين. وبالتالي أن تسير الدولة السورية أمور السوريين أمنيا وسياسيا واقتصاديا واجتماعيا، ولا أريد إلا العلم السوري فوق سوريا. يعجبك هذا الكلام أستاذ أيمن أو لا يعجبك؟ بعجبك أستاذ أيمن أنا متأكد. بعجبني طبعا بس طيب. أي علم عظيم. وعلم النظام ولا علمنا طيب ممتاز خلينا نعود للدكتورة سيفونينا إذا سمحتوا لي. يعني النقاط التي أثارها الأستاذ أيمن وأيضا الأستاذ توفيق، يعني وأنت أيضا دكتورة إلينا لما تقولي صديقي العزيز، هل 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 بالفعل يمكن أن تترجم هذه العبارة لأنه الرئيس بوتين على الأقل راضي عن الأداء التركي حتى الآن فيما يتعلق باتفاق إدلب؟ أنا كمان يعجبني هذا الكلام، لأنه روسيا أول من ممكن أن يؤيد فكرة وحدة سوريا وفكرة سيادة دولة سوريا، فروسيا دائما تطرح هذه المسائل. بالنسبة للتعاون التركي وروسي هو مستمر، و تصريحات بوتين هي تشير إلى أنه روسيا راضية نعم عن ما تفعله تركيا الآن في شمال سوريا، ولكن روسيا تتوقع أن تفعل تركيا بعد، وهذه التوقعات هي موجودة وروسيا لا تخفيها. ولنرى كيف سينتهي اجتماع أستانا في نهاية هذا الشهر. و أنا على فكرة أختلف مع حضرتك، أنت في البداية قلت كأنه ما بين القوسين كأنه هذا الاجتماع غير ناجح، وهو
أكثر نجاحا بكثير بالمقارنة مع اجتماعات أخرى مثلا في جنيف، ووقت اجتمع حتى مع زملاء من أوروبا فهم دائما يقولون بأنه مؤتمر أستنا وعملية أستنا هي أكثر نجاحا من عملية جنيف رغم أهميتها. لا انا كنت اقصد جنيف حقيقه. معك حق دكتوره، انا بعتذر لك عن 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 هذا الخطا. على كل حال للاسف وقتنا انتهى. بدي اشكرك الدكتوره إلينا سوبونينا المستشاره في المعهد الروسي للدراسات الاستراتيجيه، كانت معنا من موسكو. اشكر ضيفنا من اسطنبول الاستاذ ايمن العاسمي القيادي في الجيش السوري الحر، واشكر ضيفنا من بيروت الاستاذ توفيق شومان الكاتب والباحث السياسي. شكرا لكم جميعا.